مكملين حديثنا عن اجتماع مجلس الوزراء الهام ومجموعة القرارات الصادرة عن الاجتماع واللي هنستعرضها معاكم دلوقتي. مجلس الوزراء يعني أصدر عدة قرارات في اجتماعه. أولا الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الجيزة بمساحة 48 ألف فدان لصالح وزارة العدل لاستخدامها في إقامة مجمع للطب الشرعي عليها، بيتضمن معهد تعليمي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالطب الشرعي ومركز بحثي متطور. القرار الثاني اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمار والمتعلقة بعدد من الموضوعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وحل وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين. القرار الثالث الموافقة على تخصيص 473.31% فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي. القرار الرابع الموافقة على تخصيص 15 فدان من الأراضي المملوكة للدولة القرار الخامس الموافقة على تخصيص مساحة 8 فدادين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برقاش بمحافظة الجيزة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة مشروعات صوامع تخزين غلال. القرار السادس الموافقة على تخصيص 107 أبدنة بناحية إسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة توليد كهرباء حرارية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربية لكافة مناطق الجمهورية.